أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في مثل هذا اليوم الثلاثاء من أيلول عام 1958 كان عهد الرئيس كميل نمر شمعون ينتقل إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب بعد 6 أعوام من وعد غير مقطوع ولكنه مطبوع بتطبيق متواصل للرخاء والازدهار، حتى أن سائر المكونات اللبنانية وفي مقدمتها أخصام الرئيس شمعون كانوا يسمونه عهد عيسى، هذا العهد الذي انتهى بموازاة تطورات إقليمية اندفاعية ناصرية، انتهى بأن حلت الثورة عليه في الأشهر 7 الأخيرة من حكم فخامة الملك النمر. ثم أتى عهد لا غالب ولا مغلوب، عهد فؤاد شهاب، ومع أن نموذج شمعون الرئيس ونموذج شهاب الرئيس غير متشابهين البتة، إلا أن حدود ومضامين ومفاهيم ما يسمى برجال الدولة جعل لبنان سويسرا الشرق يتواصل في العهدين. وإذا كان لكل زمن مراحله وظروفه ومتطلباته ومحفوفاته وأريحياته، إلا أن مفهوم الدولة هو مفهوم الدولة. لبنان اليوم في ظل المتغيرات الدولية والضغوط الإقليمية والضيقة العامة في الاقتصادات العالمية والإقليمية واشتداد الاتجاهات المذهبية في المنطقة وتطور وخبث الخطط الدولية التي تستهدف منطقتنا وغيرها ما يوفر الراحة للإسرائيلي واحتلالاته، كل ذلك يجعل بعض المقارنة بين عهد الرئيس كميل شمعون مثلاً وعهود ما بعد 1990 وحتى الآن تجعل المقارنة فيها نوع من الظلم أو على الأقل الغبن. حكومة العهد الرابعة والحكومة الثالثة للرئيس نجيب ميقاتي تنالوا ثقة البرلمان بشي 85 نائبا من أصل 117، لأن 8 هم مستقلون و3 توفوا. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يطمئن اللبنانيين خصوصا بعدما تم توقيع التدقيق الجنائي. في أي حال، حكومة الرئيس ميقاتي تتهيب الآن وتتهيأ من أجل أن تنال ثقة غالبية الناس من الشعب اللبناني، الشعب الصابر الصاغر الذي يفتش من جهة على أي خشبة للخلاص من الأزمة وعلى أي خطبة ليقضي عليها شتويته ويطهي أكله بعد أن تكون طلعت روحه ليحصل على لقمة عيشه. نحن نتكلم عن 80% من الشعب اللبناني الذي ليس عليه أن يعرف من سيربح في المنطقة، إيران أو السعودية، أمريكا أو روسيا أو الصين، بينما مجمل الشعب يتمنى لو تتوافق إيران والسعودية تتوافق إيران وروسيا وسوريا ضمنا. معنا مباشرة رئيس حزب الوطنيين الأحرار الأستاذ كميل دوري شمعون. أهلا وسهلا فيك أستاذ كميل. مرحبا، يعطيك العافية، كيفك؟ يمكن عم تحضروا لجبهة سيادية. نعم. طيب السيادية ألا تشمل الشعب اللبناني كله؟ الشعب اللي عم بفتش من جهة على عيشه، والشعب اللي مضغوط بظروف خارجية عم تضغط على لبنان. أولا خلينا نعرف مفهوم الجبهة السيادية وعشو عم تحضروا. نحن أول شيء عدم إيجاد حلول لحل أزمة لبنان جبرتنا كلنا سوا كلبنانيين كسياديين بلبنان، يعني اللي عم بيطالبوا بالسيادة، لما بنحكي سيادة يعني سيادة مطلقة. رح نحكي عنها نحن وياك بسياق الحلقة، انه كيف مفهومكم للسيادة والسيادة شو هي، بس مين انتو يعني كحزب وطني الأحرار ومين كمان عم بتشكلوا هالجبهة؟ نحن دعينا أول شيء كل الناس يلي بيشبهونا وبيفكروا مثلنا سياسيا من جميع الطوائف ومن كل شيء، في أحزاب سيادية ومجموعات سيادية من ضمن الثورة وغيرها وشخصيات لبنانية كمان بيفكروا بذات الطريقة. اليوم الشعب اللبناني بحاجة لنوع من الثقة، وبدون ثقة ما فينا نتقدم، البلد ما فيها تتقدم إذا ما في حد الأدنى من الثقة بين الشعب، أولا بين مجموعات الشعب وبين السياسيين يلي بنعتبرهم هن الدولة. لا عم نحكي يلي طبعا الدولة معروفة منية، يعني الدولة هي السلطات والشعب والأرض،
انتوا من الناس اللي بتامنوا بالسياده وفي علاقه بين الثقه والسياده. يعني قبل ما نسالك انه اذا بتعطوا فرصه للموجودين بالسلطات الان، قبل ما نسالك عم نشوف مين المكونات اللي حضرتكم عم تدعوها. اول شيء الفرص انعطت، وصلنا من سنه 90 مثل ما تفضلت وحكيت، بعدنا بننتقل من حكومه الى حكومه، وعطينا يعني عطيناهم فرص، ما راح اقول لك ثقه بس عطينا الفرص لهالحكومات المتتاليه انه تحل الازمات، وما شفنا الا هالازمات عم بتزيد وعم تتراكم وعم بتشكل هالعبء يلي وصلنا ليه، هالعبء يلي هو على الشعب اللبناني كله، ما في فئه من الشعب ما في طائفه، ما في فئه، ما في شريحه، ما في كل الناس اليوم عايشين بهالأزمة وعم بيحاولوا يتأقلموا، لكن مستحيل تتأقلم بهالضغوطات يلي عم بنعيشها. بس مش لاقيهم عم يتأقلموا؟ يعني في 80% من الشعب صنفته المنظمات العالمية ومنها الإسكوا أنه فقير، 80% منها هينة، يعني 20% الباقيين هن حواشي المسؤولين والمكتسين دولارات، بس 80% طب ما بتلاقيهم شعب صابر ولكنه صاغر، يعني إبلين عم يتأقلم. هلأ شعب أول شيء موضوع تحت أمر الواقع، تاني شيء في عندك هل إذا بدك هالطائفية يلي في ناس عم بيشدوا فيها، هذه الطائفية هي لعبة على الشعب، لأنه نحن بالنتيجة كلنا لبنانية، الطائفة والأديان نحترمها وكل واحد بدينه ببيته، بس بالشارع وبالعلاقة بين بعضنا نحن كلنا لبنانيين. بعز الحرب كان حزب الوطنية الأحرار عابر الطوائف وعابر الفئات وعابر وما زلنا ولكن نحن منلاقي، ما بعرف إذا بتشرح الأمور من سنة 86 إلى الآن، ليش عم نقول 86؟ لأنه بال 86 وقت تبلورت الأمور صار كل مذهب موجود بعمقه الجغرافي. من 86 للآن الأحزاب اللي منا طوائفية تراجعت، ولكن الأحزاب اللي بتعتمد على الغريزة وعلى الشحذ المذهبي والطائفية عم تتقدم. هاي مشكلة لبنان، هاي مشكلة لبنان، يعني عندك هالزعيمات الطائفية يلي وقت اللي بتنحشر عم بتشد على الجرح او على الضغط، بتحط اصبعها على الغريزة الطائفية طبعا، وبيرشقوا بعض وبهالطريقة بيعلوا الحجر 100%. بقى هيدا اللي خربت لبنان، وهيدي كيف رح تعملوا مثل ما خربت غير بلدان مثل العراق وكذا بلد. اليوم نحن عنا حلول، وفي عنا هالجبهة هيدي شغلتها تلاقي حلول اقتصادية، حلول بعيدة المدى، حلول بعيدة عن الطائفية، لأنه الطائفية هي اللي خربت لبنان وخربت غير بلدان مثل ما حكينا. أساسا أنه أول شيء الناس اللي معنا معظمهم كفهم نظيف، ولا بينباعوا ولا بينشروا ولا بيشتغلوا لمصالحهم الخاصة، بس للمصلحة الوطنية العامة الكبرى يلي كلنا بدنا نسعى لها. يعني هيدي مطلوبة من كل شرائح الشعب ومن كل الناس، اليوم لازم نتضامن، هالوحدة هي اللي بتصين لبنان إذا بدك بالنسبة أستاذ كميل. يعني طبعا ما في شيء خيري بالدنيا، يعني مشروع خيري، ولكن في حدود بين المصلحة الضيقة الشخصية والمصلحة العامة اللي هو بيبين فيها الشخص اللي عم يشتغلها. هل انتم بتلاقوا يعني انه في بعض مجال لشغل من هالنوع، يعني شغل الوطن هو الاساس والمصلحة هذيك بتيجي ضمن الـ ما هو الوطن اكبر من كل حزب، ما في حزب بيكبر على وطن، الوطن هو اللي الرابط بين كل شرائح الشعب. بقى اليوم الاحزاب، انه في احزاب فادت لبنان، في احزاب هذا موضوع كل واحد بيشوف، كل واحد عنده شهداءه، ولكن وقت كان في حرب لاسقاط الدوله كنتوا انتم كاحرار ككتائب وحراس ارز وتنظيم وهذا حاربتوا ضد اسقاط الدوله. نحن طيب ما رايت هذيك الحقبه؟ اهم شيء عنا ايه؟ نحافظ على الهويه اللبنانيه. نعم، نحن ما بدنا ندوب بفلك منه فلكنا،
وما بدنا نوصل لمرحلة انه نترحم على هالبلد وعلى هالهوية اللبنانية بلد كجغرافيا وكوطن وكوطن لأن طبعا لأن الجغرافيا هي جغرافيا ولكن الوطن هو يعني هو إطار الجغرافيا وكيانه. هلا الانهيار يلي عم بنعيشه هو نتيجة كل هالحروب يلي صارت من سنة 75 حتى اليوم. ما في سنة ما رأيت إلا ما صار في حروب وصار في مشاكل وصار في سلاح متفلت، وهي هيدي يلي عم بتأخر نمو البلد. كل بلدان يلي حوالينا انتعشت وصارت حضارية ووصلت ل دبي مثلا اللي نحن كان لازم نكون مثلها الإمارات مثلنا. كل يعني في 100 مثل في 100 مثل بالعالم، مش بس بالدول العربية، بالعالم كلها. الناس يلي عرفوا تخلوا عن لغة السلاح وعن لغة العنف وعن الحروب نجحوا، وبلدانهم صار اقتصادها مرتاح وصار الشعب عايش مرتاح. ايه بس ما فيها حدود اسرائيل مثلا او اي دولة. يا سيدي فرنسا كان على حدود المانيا، والمانيا احتلت فرنسا واحتلت اوروبا كلها، بس بالاخر وصلوا انه فهموا انه الحرب منه حل، بالعكس. لكن عملوا صلة وصل بين استطرادا بين ألمانيا وفرنسا، بس ولكن كانت غير النظام بألمانيا، يعني تغير النظام لقدروا عملوا يعني 100% وانهزمت ألمانيا. بس بتمن حرب كتير كبيرة أشت ملايين العالم. هلا أنتم عم تدعوا اللي مثلكم للجبهة السيادية. نعم سلمنا فيها من جميع الطوائف بدون الطوائف. تمييز طبعا كل عمره حزب الوطني الأحرار هيك. طيب عم تدعوا من دون تمييز. طيب هود اللي هني بيشبهوكم، في كتير ناس بتشبهكم غير احزاب، يعني في ناس على المستوى الفردي اكيد. طيب بس ولكن في عندك اللينك او المشكله اللي بدك تحلحلها مع الناس اللي ما بيفكروا مثلكم، ما عم تعملوا. هي مرحله اولى عم تدعوا لي مثلكم، المرحله الثانيه ما راح يكون في عندكم لسان حال او وصل مع الناس اللي ما بيفكروا بهالطريقه. يعني نحن مستعدين للشراكه مع اي طرف لبناني بيفكر بالسيادة المطلقة وبدون بدون شروط وبدون وبعيد عن التدخلات الغير لبنانية على لبنان. تأثيرات الخارجية طبعا كلنا بنقدر نوصل على اللي بدنا اياه، وكلنا بنقدر. يعني لبنان حجمه قد مدينة بأوروبا وبأمريكا. هذا شيء إيجابي جدا. هيدي معناتها الحل سهل عنا، شرط يكون في نية صافية من كل الفئات أنه نهتم بلبنان بدون طموحات شخصية، ونقدر نوصل هالبلد على ما كانت من بالماضي. مش أنه لبنان كانت بلد تعبانة وبعدها تعبانة، لبنان وصل على القمم، ولبنان قادر اليوم. اللبناني مطرح ما راح ومطرح ما اضطر للهجرة نجح بامتياز، لأنه شغيل، لأنه متثقف متعلم، واجته فرصة بهالبلدان يلي رحلة يلي فيها استقرار يلي فيها قانون يلي فيها كل هالمتطلبات. هودي أثبت نفسه ونجح بامتياز. معناتها ليش تا ببلده بده يعيش بهالذل يلي عم بيعيش فيه اليوم؟ هل مكتوب على المنطقة هيك؟ يعني هون استحضرني شغلة يمكن ما خاصة استاذ وحيد، بدي بس اقطعك بشغلة جلال. نحن اليوم الحل اللبناني بيد اللبنانيين. اذا اللبنانيين اصروا يمدوا ايدهم لبعض بدون خجل، بنية طيبة لإنقاذ الوطن، نحن مدين إيدنا للكل. بس بدنا نفهم شغلة، نحن حملنا سلاح وقت اللي اضطرينا ندافع عن وجودنا وعن عن الدولة وعن الوطن وعن كرامتنا وعن بيوتنا. بس في مرحلة وصلنا لها مع شوية حكمة من الرئيس شمعون ومن كتير من زعماء لبنان، فهمنا أنه هالسلاح هيدا بيدمر أكثر من ما بيفيد. شو عملوا فيه؟ حاولوا يغتلوه على جسر الفيار، زمط منه، قتلوا رشيد كرامي، قتلوا حسن خالد، قتلوا فلان وفلان وفلان اللي كانوا عم يعملوا ورقة تشبه الطائف ولكن أقل إشحافا بصلاحيات رئيس الجمهورية. هيدي المؤامرة الكبيرة يلي حلنا نحن كشعب نوعا نوعالة
ويكون عندنا النضج الكافي تنفهم انه هيدي هالمؤامرة الخارجية على لبنان وعلى نسف كل هال اركان البلد اركان الوطن. لبنان صورة، لبنان نموذج تعايش بالعالم كله. مزبوط فريد من نوعه، وقال البابا ومنأكدها لأنه مش إنه هيك كلام. بابا روما أكدها وقال لهم نحن بنشوف حالنا بوطن مثل لبنان يعني. طبعا 19 طائفة، بس هالطوائف خليهم بالجوامع وبالكنائس يصلوا مثل ما بدهم، بس نكون تجمعهم الأرض، بس نكون مواطنين، كلنا مواطنين يعني بكل معنى الكلمة. المواطنة منا هوية أو تذكرة، المواطنة هي الممارسة، الفعل اليومي، الخضوع للقانون، الاحترام الآخر، كلنا سوا التعليم نشتغل. التربية يعني. طيب أستاذ كميل، حضرتكم عم تعملوا جولات، عم تروحوا عند اللي ما بيجي لعندكم، عم تروحوا لعنده؟ أكيد أكيد. هلا في ناس ما بدهم يشوفونا ولا بدهم يحكوا معنا وعندهم مشروعون. جربتوا يعني حاول؟ لا إنه جربنا. في يدنا ممدودة للكلمة. مرات بيبقى في وسطاء أو مش وسيط يعني، حدا أصدقاء يعني. نحن بنعرف إذا بنفوت على ضاحية الجنوبية على عائلة عمار، على عائلة ما بعرف شو، بنشوف صورة الرئيس شمعون بعدها موجودة للآن. ما في شك يعني في أصدقاء بتقدروا. في أكترية صامتة بلبنان. اليوم أكيد إلا تأثير، وبكرة إن شاء الله بالانتخابات المقبلة يكون إلا صوتة وتقدر هي مخروب عندكم بالجمال بعكار بجنوب. الحمد لله الرئيس شمعون عمل خير لكل هالبلد، وما حدا بينسى عهد البحبوحة يلي عيشوها بهديك الأيام، وحتى عهد فؤاد الشهاب استفاد من بعد أكيد. من بعد العهد الذهبي تبع رئيس شمعون، وكملت الأمور لحديت ما عملنا اتفاق القاهرة، وبلشنا نحن بلشنا انخربت بلدنا. لأنه من وراء التدخلات الخارجية من عبد الناصر لمنظمة تحرير فلسطين، وصولا لسوريا، وصولا لإيران، هودي كلها تقدر تنكر كيف إنه في تأثيرات خارجية يعني. يعني حتى المكسيك اللي هي ضعيفة جدا حدودها مرات بتضغط على أمريكا مرات يعني. كل بلدان العالم بتأثر على بعضها إلى حد ما، بس لما يكون عندك مشروع وطني وهالمشروع هو لإنقاذ الوطن، منه مشروع هيك بالحكي. اليوم في إنقاذ، عنا مهمة نحن كلنا سوا كشعب لبناني، عنا مهمة إنقاذية، لأنه ما فينا نكفي هيك. مش يعني إذا ناطرين العصا الساحر لا بدنا نحن أو شيء عجيبة من عند ربنا، هيدي يعني كل واحد هو إيمانه، بس بدنا نتعب ونشتغل كلنا سوا. أستاذ كميل بعز الحرب يعني، معلش خليني انا احكي، يمكن يكون معلومتي صح او غلط، بعز الحرب وقت اللي بيت شمعون قالوا نحن ما فينا نترك عمقنا العربي ولو اخذنا سلاح من الشيطان مشان نوقف على اجرينا وندل عايشين، وقت اللي قالوا انه ما فينا نترك عمقنا العربي عملوا لهم 7 تموز، وعملوا 7 تموز وما بدنا نفتح الجروح، ولكن صارت. صار في اجى الرئيس شمعون قال كلنا كلمة واحدة حتى ما يصير في خرق للوجدان. وقتها شو صار؟ كان عنا نحن تقريبا 20,000 مسلح بكتيبة نمور الأحرار مقاتل. رئيس شمعون قال لهم بتضبوا كل هالسلاح ونحن وحدنا، ونحن اليوم ما بدنا حدا يخرق المنطقة، ما بدنا بقى نعيش بحالة حرب بين بعضنا. هالسلاح وصل لمرحلة صار مضر، كنا أول شيء للدفاع عن النفس، وهذا كلام يوصل لكل اللي بعضهم حاملين سلاح اليوم. الدفاع عن النفس شيء، هذا لما يكون عندك غياب، لأنه ما بدنا ننسى أنه فرط الجيش اللبناني وما عاد في حدا يحمي هالشعب. نعم، وكان في فرقة من الجيش تحارب مع الأحرار ومع الكتائب، نقصهم الجيش وفرطت الأمور. ما بدنا نرجع اليوم تنحكي لقدم. نعم، الجيش اللبناني اليوم صار عنده أول شيء صار عنده ترسنة مرتبة، صار عنده تدريب مرتب، وصار عنده عدد كافي ليحمي لبنان كاملا بكل حدوده وبكل هذا، حتى من العدو الإسرائيلي. حتى من العدو الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي ما رح يهجم على الجيش اللبناني
عم بيتحجج اليوم العدو الإسرائيلي بوجود ما يسموه مخربين وغيره. هن بيسموه هيك. طب هن بيسموه بس بالنتيجة في عندك سلاح متفلت بلبنان. وطبعا القرارات طبعا الأمم المتحدة بتقول إنه هالسلاح كله لازم ينضب، ولازم كل القرار الدفاع اللبناني يصدر من الجيش اللبناني. يعني قرار الحرب والسلم تكون من السلطة الرسمية. ولكن سلاح حزب الله أو سلاح المقاومة أستاذ كميل ما عم بيتفلت بالشكل اللي يعني اللي أنت بتشوفه. يمكن أوكي يمكن أقوى من الدولة أو شيء، ولكن ما عم يستعمل من بعد 7 أيار. شو ما بدنا نسميها؟ مش عم يستعمل يا خيي، بس عم بيحمل فساد. يعني إذا بدنا نرجع على التاريخ، مثلا تاريخ أمريكا، في فترة أمريكا حكمتها المافيا، الكابون وجامعته كله، لأنهم مسلحين ومعهم رشاشات ومعهم هيدا، صاروا دولة ضمن الدولة لحد ما الدولة الأمريكية قررت بدها تقضي على المافيا وحسمتها. طيب اليوم نحن اليوم مين حامي هالتهريب كله اللي عم بيصير من لبنان الى سوريا ومن سوريا الى لبنان؟ كل عمره موجود حتى قبل حزب الله. بس في يعني في عندك اطراف، في عندك ناس بالاطراف ايه كانوا يعني شو بدي بالمازوت والبنزين؟ كانوا يجيبوا مازوت، كانوا يجيبوا لحمه، كانوا يجيبوا اكل، وكانوا يجيبوا خضره واللي بدك اياه. هلا يمكن راح بفتره معينه، ما هلا وقفت لانه صار في توازن بالثمن يعني. بعد معنا ندفع شيء. نعم. بس بعده اللي قصدي اقوله انه هالمهربين لو ما في ميليشيات معنويا حامينهم ما بيسترجوا يعملوا هيك. يعني لو الجيش اللبناني اليوم قادر يبسط سلطته على كل شبر من اراضي اللبنانيه، كنا اليوم بألف خير، كلنا سوا. طيب بدنا نكمل بهالموضوع. وما كنا اضطرينا نشيل الدعم عن البنزين وعن المحروقات كلها، لأنه كنا بعدنا اليوم قادرين ندفع نوع من الدعم من المساعدة. إذا بتذكر بهالموضوع الله يرحم فخامة الملك الرئيس كمين شمعون، قبل بشي 10 أيام كان بالبرنتانيا قبل ما ينزل على المستشفى، مزبوط، قال انه اذا ضلينا بالدعم رح تفلس الدولة. تصريحه موجود على كل التواصل الاجتماعي هلا، والبرهان يلي وصلنا له. خلينا ناخد فاصل اعلاني وندخل ببعض التفاصيل اللي عم تحكي عنه، منه انه المازوت الايراني والبنزين الايراني. طبعا مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ كرمي شمعون رحب فيك مرتين. بدي في مثل هون صغير اكيد هو محلي ولكن بيدل على شيء اقليمي ودولي. اليوم في مواطنين ما خصهم بحزب الله، في مواطنين مناصرين لحزب الله، بيقول لك اخي اذا جاب لي المازوت على قلته، جاب باخره 2 3، جاب لي بنزين، طب ما انا يعني عم بغرق. ليش ما منشوف ناخذ نظرة إيجابية للي عملوه بالوقت اللي أوكي يمكن السعودية بتقول طالما أنتوا أصحاب أنتوا حزب الله بالدولة، طالما أنتوا كذا أنا ما رح ساعدكم. ما السياسة هي فن الممكن. بدل ما السعودية وفرنسا وأمريكا تساعد الشعب اللبناني بموازاة النفوذ الإيراني بالمنطقة، عم يجوا بيقولوا لك روح احكوا مع سوريا. يعني اليوم إجاك بازوت، إجاك بنزين، خي مشكور على الأقل مرحليا. أول شيء في كميات أكبر بكتير من هودي اللي وصلوا راحوا من لبنان تهريب، أكتر بكتير، وباخرة وباخرتين وثلاثة ما بيقدوا شيء، لأنه نحن حسب الدراسات عنا أكتر من 350 باخرة بالسنة. نعم. حاجات لبنان للمحروقات. هاو 3 بواخر، هاو 3 بواخر يلي 0.1% يلي صورناهم شوي على التلفزيون وإلى آخره، بس وصلوا. هلأ شو النوعية وشو المعيار؟ نعم. وهل بيلوث ما بيلوث، هذا صفى موضوع تاني. نحن مع اول شيء له معنى سياسي، انا عم روح على معنى السياسي. له معنى سياسي انه ايران عم بتساعد لبنان بهالكم باخره. ايران لو بدها تساعد لبنان مزبوط،
أول شيء بتوقف موضوع السلاح وموضوع الميليشيات بلبنان. إيران لو بدها تساعد لبنان بتحلحل كتير أمور وقادرة تحلحل أمور، لكن عندها أهداف سياسية، ومش بالغلط يعني مش صدفة أنه عم تدفع كل سنة تقريبا موازنة بين نصف مليار ومليار لسنة لتغذي بعض الميليشيات. طيب بتقلك إذا عندي أنا 77 مليون إنسان بدفع ل 500 ألف إنسان أو ما بعرف شو، وعندي نفوذي بالمنطقة، غيره كمان كان يعمل هيك يعني؟ ما بقول لا، نحن مع تحرير سعر المحروقات واستيراد المحروقات. نحن قادرين، عنا ناس، عنا شركات، عنا شركات بيقدر يدفعوا على المش مدعوم. خير اول اخر بده يروح الدعم. الدعم ما في ضل. اوكي طيب اوكي، بدنا نتاقلم نحن كلبنانيين على سعر المحروقات الجديده. يعني انا بصير بدي استعمل البنزين بس لاجي على الشغل، هذا استعباد؟ لا في اكثر من هيك استاذ. احنا كلنا سافرنا على الخارج وكلنا شفنا هالبلدان الراقية يلي هي بتتفوق عنا بكتير وبكتير مجالات، واللي عنا مبدعين فيها. وبتعرف انه اكتر من 80% من الشعوب الاجنبية ان كان باوروبا او بامريكا بيروحوا على شغلهم وبيرجعوا على شغلهم بالنقل المشترك. وينو؟ هالنقل والدك استاذ دوري من 20 سنة طرح هون انه ليش ما بيجيبوا فانات صغار وكذا. طيب هذه فكرة طلعت يتيمة، ما حدا من أصدقائكم تحوكم لحتى يجيبوا هالفانات؟ كان بعد أول شيء كان بعد ما نزركنا هالزركة. إيه ما نزركنا كان طرحها. طيب طرحها، اليوم نرجع نطرحها، بنرجع بنحطها على الطاولة وبنقول ما في بلد بالعالم إلا ما فيها نقل مشترك وعلى المترو وعلى الكذا. طبعا طبعا كل الوسائل معمولة، وحتى لو الدولة ما معها مصاري في شركات بي أو تي مستعدين يجوا هن يركبوا كل هالتركيبة وهن يمشوها على كم سنة لحد ما يستوفوا. أنا بيجي من جوني عطلة الخياط فيها، لشو بدي يجي بسيارة؟ تجي من وين ما بدك وبتروح وين ما بدك. من النبطية، من وين ما كان. يعني الأوروبي يلي عايش أحسن منا بكتير بيجي من زحلة بيروحوا بيجي بالنقل المشترك عشغله. هلأ نهار السبت والأحد حابب ياخد سيارته وياخد عائلته نزهة، عائلته مرته يعني صحبته يلي هو بياخد سيارته للويكند، بس بالجمعة ما بيستعملوا سياراتهم الناس، ولا بيتحملوا عجقة سير، ولا بيصرفوا فريمات، لا بيصرفوا دواليب، لا بيصرفوا بنزين. هذا الكلام بيخدنا على مافيات العميقة اللي ما بنعرفها، مافيات النفط والبترول اللي عم نعرفها. من شان هيك اليوم في مبادرات عم بتصير بلبنان خاصة بمنطقة جبال وغيرها تما نسمي، عم بيسعوا مزبوط ليصير في نقل مشترك لحتى هالمواطن ما يحس كتير بالأزمة. اليوم لما بتاخد اشتراك سنوي انت بالباص او بوسيلة النقل تركيا مثل فرنسا مثل اي تاخد حتى تلاميذ المدارس وحتى السياح كمان وطلاب الجامعات وكلهم بيصيروا يروحوا يجوا مرتاحين مثل ما العمال وكل العالم بيروحوا على شغلهم وبيجوا. وهيدي بتنعمل، منا شغلة مستحيلة اذا ظابطة باوروبا. برأيك ليه ما بتنعمل منها؟ هل المافيات العميقة تبع النفط هي بتأثر؟ ليك رح اقول لك شغلة، نحن كشعب صراحة يعني. نحن كشعب الصراحة عشنا على غيمة اصطناعية يلي بنزين مدعوم وكل شيء رخيص، صفى كل واحد لبناني بده يشتري سيارة 8 سيلندر ويفخفخ فيها، لكن بدك توصل بالاخر وصلنا على الواقع المر يلي عم نعيشه. ما بده يكون اينشتاين، بده يكون المسؤول عنه اينشتاين. ما هي بدها توعية وبدك كمان ناس فهمانين يقدروا يدرسوا خطة مستقبلية. انت بتعرف انه بلبنان معنا معنا وزارة يلي هي التصميم مينستير دو بلان، معنا اياها مش موجودة يعني. بيعملوا وزارات بلا حقيبة، بيعملوا اللي بدك اياه، بيعملوا صناديق حتى ما يعملوا وزارة التصميم. طيب وبالاخر الصناديق بتنسرق واخر شيء المشاريع بتفرط ومثل العادة. مشان هيك اليوم نحن هالجبهة السيادية بدها تتعاطى بكل هالشؤون ونحط نوضع خطط لمساعدة هالمواطن ليقدر يعيش بكرامته ببلده، ما يضطر للهجرة وهالنزيف يلي عم نشوفه بالوقت طيب الحاضر. تعمل هذه القصص الاقتصادية والحياتية والمعيشية، هل بتساعد على انه اللبنانيون يكونوا في عندهم نوع من الحياد اللبناني، لانه يصفي انه ما بده بحاجة لشيء رايعي من الخارج؟ اللبناني
ما بده إلا طمأنين ورواق تا يبدع، مثل ما حكينا كل هاللبنانية اللي خير اللي سافروا على الخارج. ايه أنا قصدي إنه نجح. اليوم وقت بيكون في حدا عم بيدخلك من برا كيدون أردون، وقت أنت بتصفي بأنك بحاجة هالقد لمن برا، ما بتصير أنت شوي بحل عن لو المال اللي عم تنضخ من برا بهالكميات ما كان عندك 80% ناس صاروا بالفقر، وما كان عندك هالنسبة البطالة. هذا بين عقم السياسة اللي عم معناتها هالمسار اللي عم تجي من برا عم تروح على بعض الجيوب، والشعب بعده على حالته للأسف على الفتات. لهالسبب بدنا بقول لك الحل عنا نحن كلبنانيين، نحن الشعب اللبناني، نحن بنقرر كيف بده يصير، كيف شو مسارنا وشو مستقبلنا. الله يسمع منك وتكون وبعتقد صار فيه وعي كافي اليوم عند الناس تيعرفوا انه كل هالزعيمات يلي المشبوهة يلي دارت البلد على 30-40 سنة وصلتنا للخراب، بدنا نتخلى عنها وبدنا نبلش نفكر جديا بالطريقة اللي بدنا نعيش فيها بعيش كريمي على الأقل. أكيد وفي والوسائل متوفرة وين ما كان. وما تنسى أنه عندك لبنانية بالخارج كمان عم بيساعدوا، لو ما هاللبنانية بالخارج عم بيبعتوا لعيالهم لكن مستوى الفقر أكتر بعد من ما مستوى الجريمة كانت كبرت. أكيد أستاذ كميل بآخر هالحلقة بدنا نحكي عن يعني حقل كريش وكيف في مرسوم بدهم يعدلوه مش عم بيعدلوه، وكيف كنا نحن مش منتبهين عاطين خط للإسرائيلي بياخد أكتر منا بكتير، وفي خط بناخد نحن أكتر منه بكتير، وفي خط وسط. شو في عندك فكرة أنه نقدر نطلع من هالمأزق هذا؟ يعني أول شيء مفروض الحكومة اللبنانية تطالب رسميا بإعادة ترسيم الحدود البحرية اللي عنا إياها لنقدر نستخرج غاز ونقدر نستغل هالثروات يلي ربنا عطانا إياها يلي هي بحق الشعب اللبناني مش للزعماء والبعض يلي واللي بعدها سمك بالبحر. بعدها سمك بالبحر لكن بعطي ثقة اليوم وجودها بيعطي ثقة. مفروض أول شيء الدولة تقدم شكوى رسمية بالنسبة للمرسوم 64-33 في البلوك رقم 9 في عليه نزاع دولي. هالنزاع الدولي اليوم جيراننا الإسرائيلية مش سألانين لأنه ما في شكاوى ولا في يعني لزموا هذه الشركة لزموا هالي بيرتون ليبلشوا بالتنقيب والاستخراج، ونحن بعدنا هون رايحنا 450 كيلومتر مربع بالبحر على القليلة. ايه وبعدنا نحن عم نلتهي بالزواريب الضيقة بينما مين بحقق نقطة انه اخذ المرسوم او بعته او شاله او حطه او كله منشان بعدين بدهم يعملوا انتخابات وكل واحد بده يجرب يستثمرها من طريقته، لكن هالاستثمار هيدا على ظهر الشعب. طيب هالانتخابات برأيك استقطاعا رح تصير؟ لانه في ناس ما بدهم يعملوها. نحن في ناس عم يشتغلوا لما نحن مصرين انه تصير بموعدها وتكون نقطة تغيير لكل السياسة اللبنانية حتى هالشعب يحكم ضميره جديا، ولما بده يصوت يكون هالورقة يعني ما عم بيبيع نفسه لا عم بيبيع كرامته. طيب الجوع له حدين بلبنان، حد انه يا بيكون واعي يا بيكون بده انه يا اخي شو بتعطينا انا منتخبه. طيب يعني مفروض نستخلص من كل اللي صار من 20 سنة لهلا من 30 سنة لهلا والوضع التعيس اللي وصلنا له اليوم، مفروض نستخلص انه الخيارات كانت خاطئة او بعض الخيارات كانت خاطئة. اصبح لازم يحكم ضميره. وفي شغلة تانية بحب زيدها بهالحلقة اليوم في تعرف انت اليوم كتير في بلدان عم تستعمل البصمة لا يقدروا للبنوك على التليفون على السيلولير على الباسبور اللبناني البيومتريك اي دي. البيومتريك اي دي هي اليوم حل من الحلول وبعتقد هي حل كتير مهم لهاللبنانية يلي بالداخل وبالخارج. يعني اليوم ما في جميلة واحد يبعث لك بوسطة لتروح حتى تكون بحل من سطوة حدا او من مساعدة حدا او من تهديد او من تهويل او اللي بدك ايه. وكمان عندك هاللبنانية يلي بعضهم نازلين اساميهم على لوائح الشطب يلي بحق لهم يصوتوا، هاللبنانية اللي عايشين بالخارج يلي ما هني بدهم اياهم ما يصوتوا
بدهم يوم، نحن بدنا يوم يصوتوا، ونحن تيقدروا يصوتوا بكل رياحة بدون ما يضطر يعمل مسافات 1000 كيلومتر من هون و1000 كيلومتر من هون، لانه برا المسافات كبيره تيروح على قنصليه. صار الاونلاين اهين شيء اكثر من الاونلاين، لانه الاونلاين صار في تزعبر. بامريكا صار في تزعبر طبعا. لما تكون على البيومتريك اي دي ما ممكن تزعبر. اليوم انت اذا عندك بيومتريك اي دي على تليفونك فيك تحول مبالغ من حساب لحساب ببصمتك. هذه البصمه بدنا اياها تكون معيار للانتخابات الجايه. هي افضل من الميجا سنتر حتى. هيدي افضل شيء ممكن حتى يكون عنا. لما بنحكي انه في اكتريه صامته ما صوتت بلبنان، بتصوت صعب. هودي 60% اللي ما صوتوا. ليه ما صوتوا؟ لانه معظمهم بالخارج. هلا في منهم هون ما بالخارج او قالوا يمكن شو نحن منقرب ومن اخر. في تنابل هون ما حبوا يضحوا بصحن التبوله تيروحوا يصوتوا او بالارجيله بس اليوم البصمه اهين شيء. البصمه اهين شيء من بيته بيصوت بلا جميله حدا. رح تشوفوا وزير الداخليه انتم. نحن بدنا هالمشروع هيدا، لأنه في عنا وزير داخلية اليوم محترم يعني بلا زغرة بالكل، قاضي وبيعرف يلي بحب يسمع لنا. بس انه هيدا اقتراح مهم انه يسمعوا جدير يسمع وزير الداخلية. يعني نحن عم نحكي بحق هالشعب، وحق هالشعب يصوت من وين ما كان بالعالم. يعني اليوم إذا شخص فرنسي عايش بلبنان عم بيصوت هون، قادر يصوت هون، مش مضطر يروح على باريس أو مدري وين يصوت. بقى اليوم بدنا هالسيستم هيدا يكون وموجود ومنه مكلف. يعني حكيوا بالكارت الممغنط يمكن مكلف لأنه بدهم يعملوا كروتي، بس البصمة منه مكلفة. البصمة منه مكلفة، عندك سوفت وير موجود عند كل بنوكة لبنان، يعني بيقدروا يعمموه ويستعملوه بالعالم كله، بالأخص إنه اليوم الباسبور صار بيومتريك. يعني البصمات تبع كل الشعب اللبناني موجودة عند بالدولة. حتى الشعب السوري بيصوت هون يعني. يعني مثلا على كل حال هلا استاذ كميش عم بذكر هالحلقة، وفي بالنسبة للشعب السوري كمان بدنا نحكي عن مشكلة بس مع المعنى دي المهجرين. نعم. ايه هل النازحين السوريين اللي هون. نعم. كمان هودي يعني عبء عليهم وعبء علينا، وبنتمنى بما انه رجعوا فتحوا شويه اتصالات. نعم. مع دوله مع سوريا يلاقوا لهم حل باسرع وقت ممكن. هيدا بالتمني عم نقوله. نعم. استاذ كمين شامون رئيس حزب الوطنيه الاحرار، بنوجه لك تحيه وبنشكرك من تلفزيون لبنان، واهلا وسهلا فيك. خليليك طول عمرك. مشاهدينا الكرام نشكركم والى اللقاء.